هذه الحصة مع السيدات والسادة البرلمانيون كان عندنا نقاش مهم حول ولا الموسم الفلاحي وكذلك البرنامج ديال الوزارة تدخل في إطار يعني إعادة الإعمار والاستصلاح ديال الأضرار اللي دارها الزلزال ديال الأطلس الكبير. فكان هناك نقاش مهم وقدمنا البرنامج واللي الميزانية ديالو المرتقبة هي 10.3 مليار ديال الدرهم، وكاين فيها المجال الفلاحي المجال الغابوي وفيها البنية التحتية والبنية الاقتصادية الفلاحية، والهدف ديالنا في المرحلة الاستعجالية هو إعادة النشاط الفلاحي إلى الدينامية ديالو ما قبل الزلزال، ومن بعد عندنا مرحلة أخرى هو يعني الدعم وتعزيز التنمية في هذه المناطق وتدبير الهشاشة اللي كاينة باش تكون عندنا إن شاء الله واحد يعني انطلاقة جديدة لهذه المناطق. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.